من برلين ينضم إلينا مراسل الغد يمان شواف، ومن واشنطن عمر محمد مراسل الغد، ومن بنغازي مراسل الغد عبد العزيز الفاخري، وعلام صبيحات مراسل الغد ينضم إلينا من اسطنبول. أبدأ معك يمان، تجتمع القوى الدولية والإقليمية المعنية بالشأن الليبي والأزمة الليبية في إطار هذا المؤتمر برلين 2، ضعنا في التفاصيل لديك يمان. نعم، قبل قليل غادر رئيس الوفد الليبي رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، غادر الاجتماع، ومن المفترض أن يبدأ المؤتمر الصحفي، ولكن كما وردني الآن من الخارجية الألمانية أن هذا المؤتمر الذي كان من المقرر أن يبدأ الآن سيتأخر قليلا، وربما هذا الأمر يعود إلى تأخر انطلاق المؤتمر ووفود الوصول والأعداد المشاركة للوفود الدولية، لذلك سيكون هناك تأخر قليلا لانعقاد هذا المؤتمر الختامي. طبعا كان هناك نقطة رئيسية الجميع تحدث عنها، سواء المؤتمر الذي سبق مؤتمر ليبيا وهو الذي عقد بين وزير الخارجية الألماني ونظيره الأمريكي، والذي اتفق فيه الطرفان وأكدا على ضرورة دعم الحكومة الانتقالية في ليبيا، وكذلك إنجاز كل النقاط التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر برلين 1، وفيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب والمرتزقة. وكان الجميع يتحدث على أن هذا البند ربما يكون عقبة أساسية، وكان هناك خطة قدمها الوفد الليبي تتعلق بآلية لانسحاب هؤلاء المقاتلين الأجانب والمرتزقة وتمتد لثلاث أشهر، وقال أن هذه الخطة ربما تساعد الحكومة الانتقالية في تطبيق كل البنود التي تم الاتفاق عليها، وكذلك إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. الجميع كانت كل التصريحات تقول أن كان هناك شبه توافق وإجماع من جميع المشاركين هنا على ضرورة إخراج هؤلاء المقاتلين من ليبيا، ولكن السؤال الأهم هل، وطبعا بعض الدول المشاركة الفاعلة في ليبيا هي تمتلك هذا القرار، هل ستلتزم هذه الدول بهذه البنود وهذا الأمر وستساهم في إخراج هؤلاء المقاتلين الأجانب؟ كنت تحدثت مع بعض الأشخاص المرافقين للوفد الليبي وأكدوا لي أن الوفد الليبي كان يطالب بشكل أساسي إخراج المقاتلين السوريين وكذلك الذين جلبتهم تركيا من مرتزقة إلى ليبيا والمقاتلين الأجانب بكل جنسياتهم من ليبيا، وأن يكون القرار يعود للحكومة الليبية طبعا بدعم من المجتمع الدولي، والعمل على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وبعد ذلك العمل على إعادة إعمار ليبيا. هذا ما تطمح إليه ليبيا، كما تحدث طبعا رئيس الوفد الدبيبة وكذلك تحدث وزير الخارجية الألماني. أتحول إذن يمان إلى عمر محمد مراسل الغد في واشنطن. عمر، في أي سياق يأتي موقف واشنطن وبالتحديد في مسألة إخراج المسلحين؟ يعني هل يمكن أن يشكل ضغطا على تركيا في هذه المسألة؟ مرحبا جمانة. الخارجية الأمريكية أطلقت بيانا هذا اليوم تتحدث فيه عن ثلاثة أنواع من القوات، تتحدث فيه عن القوات العسكرية الأجنبية طبعا، والقوات التركية تندرج تحت هذا المسمى كقوات رسمية، وأيضا المقاتلين الأجانب والقوات التي جلبتها أو العناصر الذين جلبتهم تركيا أيضا يندرجون تحت هذا البند أو المرتزقة. هذه الثلاث مسميات ذكرها بيان الخارجية الأمريكية. الولايات المتحدة تقول أن الولايات المتحدة تسعى لليبيا ذات سيادة وآمنة ومستقرة وتدعم عمليتها السياسية، وأن الولايات المتحدة تدعم القرارين، قراري مجلس الأمن 2570 2571 لعام 2021، وتدعم اتفاق وقف إطلاق النار للثالث 20 من أكتوبر. وبهذا الصدد تريد الولايات المتحدة على ما يبدو ضمان الوضع الأمني وضمان عدم استقواء فصيل على آخر حينما تتم، أقصد الفصائل السياسية، حينما تتم العملية الانتخابية في ليبيا في ديسمبر القادم. الولايات المتحدة شددت أنها تدعم العملية السياسية وتدعم
ليبيا في أمنها واستقرارها وسيادتها، وأنها قدمت الكثير من الدعم السياسي وما زالت وتقدم الدعم المالي حسب ما ذكر بيان وزارة الخارجية الذي تحدث عن أكثر من 850 مليون دولار، أكثر من 600 مليون منها كانت للدعم الأمني والتنمية في ليبيا، وأن الولايات المتحدة ماضية في دعم ليبيا. جمانة، أود أن أذكر هنا أن الولايات المتحدة وفي هذه الحقبة، أقول حقبة بايدن، قد عدلت عن موقفها حينما اتجهت مرة أخرى للانضواء الدولية والعودة بحثا عن الاستقرار الإقليمي. هكذا قال أنتوني بلينكين، قال أن ليبيا جزء مهم من الأمن والاستقرار الإقليمي. لك جمانة. إذن ابقى معنا عمر، نتحول إلى بنغازي وعبد العزيز الفاخري. عبد العزيز، كيف ينظر الليبيون لهذا المؤتمر، مؤتمر برلين 2، وهل يمكن التعويل على مخرجاته؟ بعين الترقب، هذه الإجابة. كل الليبيين الآن بشكل مباشر يتجهون الآن للنظر إلى ما سوف يتم الإعلان عنه بحضور كل الفاعلين على الملف الليبي والساحة الليبية، خاصة بأن مؤتمر برلين يمكن القول بأنه جمانة يختلف عن مؤتمر أو برلين 2 يختلف عن برلين 1. في السابق كان المجتمع الدولي يتحدث عن ليبيا، أما في برلين 2 فالمجتمع الدولي يتحدث مع الليبيين. الآن بوجود السيد عبد الحميد دبيبو، كذلك وزيرة الخارجية السيدة نجلاء المنقوش، والكلمة التي عرج عليها السيد دبيبو وذكر فيها عدة نقاط من التأكيد على مسألة ضرورة احترام تنفيذ بنود وقف إطلاق النار، وكذلك خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، بالإضافة للتأكيد على موعد إجراء الانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى حديثه ومطالباته من قبل المجتمع الدولي والحاضرين الآن في برلين 2 على ضرورة الضغط على مجلس النواب حتى يقوم بتمرير الميزانية، وكذلك فيما يخص مسألة الفصل في المناصب السيادية السبع، وكذلك مطالبته أن يجد مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الجسمين التشريعي والاستشاري صيغة مشتركة توافقية حول القاعدة الدستورية المنظمة لعمل أو إجراء الانتخابات في 24 من ديسمبر المقبل. الحديث الآن بوجود كل القوى الإقليمية والدولية المعنية بشكل مباشر في ليبيا. مؤتمر برلين وبالأساس عندما تم الإعلان عنه هو مؤتمر اقتصادي سياسي، تطور بعد ذلك نتيجة لارتضاء كل الأطراف في ليبيا وكذلك الأطراف الإقليمية والدولية على أن تكون ألمانيا ربما لأنها ليست متدخلة في الملف الليبي وعلى الساحة الليبية، حتى يشمل أيضا الملف الأمني، وهذا ما تم التركيز عليه الآن في برلين 2، ربما هي تسوية كاملة ضمان استمرار الجهود الدولية والإقليمية، وكذلك فيما يخص تقديم المزيد من الدعم لحكومة الوحدة الوطنية المجلس الرئاسي. كذلك كل هذه الجهود هي ترمي بالأساس إلى انتهاء ربما هذه المرحلة الانتقالية بانتخابات تشريعية ورئاسية. ننتظر ربما الآن كما ذكر الزميل جمان من برلين، ربما كنا نحن في انتظار الآن بيان ختامي أو مؤتمر صحفي، ربما سوف يزيل الكثير من الغموض ويقف على الكثير من النقاط إلى أين وصل المجتمعين أو المجتمعون في برلين، وكذلك إلى ما سوف يتم العمل عليه من خطوات وإجراءات خلال الفترة القادمة. نعم عبد العزيز، ابقى معنا، نتحول إلى علام صبيحات من اسطنبول. علام، يعني كيف تتابع أنقرة كل هذه الجهود الحثيثة حول إخراج المسلحين الأجانب من ليبيا؟ جمانة، دعيني أبدأ بعبارة أن هناك خلاف أو اختلاف في التفسيرات لموضوع إخراج المقاتلين أو المرتزقة من ليبيا. حتى تركيا تطالب بإخراج المقاتلين أو المرتزقة من ليبيا، وبهذا هي تقصد المقاتلين التابعين لفاغنر الروسية والمرتزقة الذين تقول أنقرة إن فرنسا قد أحضرتهم من دول مختلفة من إفريقيا وتحديدا من مالي. وهنا تريد أنقرة وتعمل بشكل حثيث، يعني إذا ما أردنا الحديث بشكل واضح، تريد الحصول على الدعم الأمريكي على وجه التحديد والأوروبي من جهة ثانية، تحديدا من أساس أو من منطلق مواجهة النفوذ الروسي في ليبيا.
هذا هو الوتر الذي تلعب أو تحاول الجهات الرسمية التركية اللعب عليه في هذا المؤتمر وفي غيره من الاجتماعات واللقاءات الثنائية التي تتم سواء في إطار هذا المؤتمر مؤتمر برلين 2 أو غيره من اللقاءات والندوات التي تعقدها عقدتها وتعقدها أو قد ستعقدها في الفترة القادمة. بالإضافة إلى ذلك يعني تركيا تقول إنها تستند في وجودها العسكري في ليبيا أولا إلى الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الليبي أو الحكومة الليبية سواء الحكومة السابقة حكومة الوفاق الوطني أو الحكومة الحالية والتي على أساسها تم توقيع اتفاقيات بمختلف المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية أيضا، وبالتالي هي تبرر الوجود العسكري والأمني التركي في هذا الإطار، وإن هذا الوجود هو مشرعا باتفاقيات قانونية موقعة مع الحكومة المعترف بها دوليا والتي يتعامل معها المجتمع الدولي. في هذا الإطار تقول تركيا إن الوجود العسكري في ليبيا الوجود العسكري التركي في ليبيا هو ليس وجودا أجنبيا كما تحدث وزير الدفاع التركي قبل أيام. تم مناقشة هذا الموضوع بين تركيا وعدد من الأطراف وأبرزهم الجانب الأمريكي خلال لقاء إردوان وبايدن في بروكسل قبل أيام، وأيضا بين الجانب التركي والفرنسي أيضا. والحديث التركي هو أنه يجب إخراج المقاتلين، ولكن في هذا لا تقصد المقاتلين الأتراك أو الجنود الأتراك بشكل أوضح والمستشارين الذين الموجودون عمليا في قواعد عسكرية في ليبيا، أو المقاتلين غير الأتراك السوريين تحديدا الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا. وفي هذا هناك دائما خلاف أو مشكلة في التفسيرات ومشكلة في التفاصيل، وعليه نستطيع أن نقول إنه لا تغيير تركي في المواقف الرسمية على الأقل حتى هذه اللحظة، وإن تركيا ماضية في هذا الموضوع. شكرا علام، شكرا شبكة مراسلي الغد، سنتابع معكم التطورات وبالتحديد بعد المؤتمر الصحفي في ختام مؤتمر برلين 2. شكرا جزيلا لكم.